تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين للتشاور بشأن مستجدات الأوضاع الراهنة والتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. هذا وقد تناول الاتصال استعراض التطورات الأخيرة والتشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف وضبط النفس حقنا للدماء ومنعا للمزيد من تدهور الأوضاع، كما تم التوافق على مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأردن بهدف تعزيز جهود تحقيق التهدئة وصولا لدفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.